رافقنا بمشوارنا الصباحي. رحلتنا الصباحيه بلشت معكم اليوم وكثير من الامنيات الحلوه لكم. تصبح عليك نرمين. يسعد صباحك رشا. كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه ان شاء الله. دوم يا نرمين الك ولكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. اليوم هيك الطقس ساعته ظريف يعني فينا نقول. صحيح اليوم بدايه منخفض المفروض يعني ما عاد بقى نسينا ننطر الايام هيك الدافيه مثل ما بيقولوا مطره. ان شاء الله يا رب تحمل هالشتوية الدفى على قلوبنا وعلى بيوتنا وتكون هيك خفيفه علينا. بدي صبح عليك مره ثانيه. صباح الخير رشا وصباح الخير لكل المشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد ونهار جديد ان شاء الله يا رب يكون حامل معه كل بشائر الخير والفرح والسعاده وراحه البال والبحبوحه لكل الناس. لليوم فقراتنا من مجالات مختلفه وضيوفنا ايضا رح نتعرف عليهم تباعا، ولكن رح نروح لفاصل اغنيه وبنرجع. يا نعورة شوي شوي رح تخلص المي، هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. يا نعورة شوي شوي رح تخلص المي، هلأ بتجي غندورة بدها تملي خطي. طيور المي بدنا عاها النعورة نقعد نحكي شوي. عبالي طول المشوار لكن ما بقدر ياك، تربت الطبخة فوق النار وامي هلأ مش بالبيت. بنطر عالنعورة تاتيجي غندورة، وغندورة لما بتجي مجيتها صغيورة. هالشر بعبيها وبالبيت بفضيها، تا ارجع مرة تاني من عندك مليها. بفزع يا غندورة يجيلو شي يوم تنسي هالنعورة وتنسى عيني. عينك عيني تسوح وتسأل وين هالنعورة، هي وحدة تشهد علي بيني وبينك. عبي لي جريت المي طبختنا بتكون احترقت، وبيحكوا بالجيل علي لو جارتنا هلأ مرقت. دورة وجرة وجرة ودورة وعبي جرار وعبي مي، وكرامة جرة غندورة بعبي كل جرار الحي. وانصاروا صار اللي صاروا، ما تجوزنا يا غندورة، ضلي انتي زقي جرار وانا بنطر هالنعورة. وخلونا نروح بداية صباحنا لليوم لحكاية يوم لنشوف اليوم أهم الأحداث اللي تسجلت يمكن حتى اليوم. كل يوم تتوالد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 31 تشرين الأول، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1864 نيفادا تصبح الولاية 36 في الولايات المتحدة. بعام 1962 صدور أول دستور في الجمهورية العربية اليمنية. بعام 2011 فلسطين تحصل على عضوية كاملة في منظمة اليونسكو بعد موافقة 107 دول أعضاء. بعام 2018 إزاحة الستار عن تمثال الوحدة في الهند، والذي يعد أطول تمثال في العالم بطول يبلغ 182 متراً.
من الشخصيات يلي شهد تاريخ 31 تشرين الأول على ولادتها. بعام 1950 زها حديد معمارية عراقية، كما يشهد تاريخ 31 تشرين الأول على عيد الهالوين. ومعلومات جديدة نتعرف عليها ضمن هل تعلم؟ تحتوي فاكهة الخرمة على المركب الكيميائي الفيستن الذي يساعد بدوره على تحسين صحة القلب، تحسين عمل الجهاز الهضمي، فهي تحمي جدار المعدة إلى حد كبير، المساعدة في خسارة الوزن، تساعد الإنسان بالشعور بالراحة في حالة وجود شد عضلي. أيضاً تعتبر من الأطعمة التي تساعد على مقاومة الصداع. أيضاً ينصح بتناولها لعلاج ارتفاع الضغط وأمراض الأوعية الدموية وفقر الدم واعتلال الغدة الدرقية. تعطي شعوراً بالحيوية والنشاط، فهي تحارب الكسل والإجهاد. وبأولى تقاريرنا لليوم حنروح لمسرح القباني، حيث تم عرض مسرحية بيت الدمية برؤية وإخراج نبيل مرعي. حنكون بتفاصيل أكثر مع زميلتنا جانيت شاهين. في التحليق بعيدا عن نبض الشارع، اختار المخرج السوري نبيل مرعي النص المسرحي بيت الدمية للكاتب النرويجي هنريك إبسون على خشبة مسرح القباني. العرض حمل حالات نفسية وشخصيات مركبة جسدوها أطفال لا يتجاوز عمرهم 15 عاما. في شيء بقلب النص بخصنا نحن، بخص كل عائلة كل بيت. العمل بيتحدث عن معاناة المرأة وتضحيتها، مقابلة هي التضحية بالسخط والرفض من زوجها. النص المكتوب الأساسي اللي مكتوب من المؤلف هنريك إبسون بيحكي عن معاناة المرأة بالمجتمع الأوروبي بهديك الفترة. يعني بالإعداد قمنا بمعالجة النص بما يتناسب مع المجتمع السوري، وكل بيت توجهنا باتجاه العيلة وصورة العيلة. صورة العيلة اللي هي موجودة بكل بيت سوري اللي منشوف فيها الأولاد والأب والأم، وحكينا عن الهرمين اللي قائم عليهم للبيت اللي هن الأب والأم، وإذا انهار أحد الهرمين أو الهرمين شو بصير. أفكار عدة طرحها العمل المسرحي المقتبس عن إبسون عن حرية المرأة ورغبتها في مساواتها مع الرجل في عصره. طبعا بالدمية أنا أخذت دور نورة، هي الدور الأساسي للمرأة، هي تشكل المرأة بشكل عام، المرأة قديم مضطهدة بالمجتمع الأوروبي القديم، فنحن حاولنا نحن ناخذ الشكل الأساسي للمرأة وقد هي مضطهدة من زوجها. بالمجتمع الأوروبي القديم كانت المرأة ما تقدر تتدين من أي شخص غير هي بموافقة خطية من جوزها، فنحن عم نحكي بشكل عام عن الهرمين اللي هن الأب والأم الموجودين بالعائلة، إذا انفقدوا شو بصير؟ فنحن حاولنا قد ما فينا نحن نشكل هاي الصورة النهائية. أنا دوري جولي، جولي هي تكون مسافرة، متجوزة مسافرة، بعدين جوزها بيتوفى فبترجع على البلد تتلاقي بصديقتها، فكمان هي بتحاول تحل مشكلة صديقتها، وكمان تلتقى بخطيبة السابق، فجولي وفريدي بيرجع لبعض. بيت الدمية عرض ينتمي إلى المدرسة الكلاسيكية التي غابت طويلا عن خشبات مسارحنا اليوم، بالتعاون مع المركز الثقافي في القطيفة والمدرسي بريف دمشق لإعادة أحياء هذا النمط على خشبة مسرح القباني في دمشق. ومننتقل لمحافظة حلب، حيث قدمت فرقة أرباند أمسية موسيقية غنائية في ساحة الحطب. التفاصيل مع أنس رمضان.
على هامش معرض كان يا مكان حلب المقام في ساحة الحطب، قدمت فرقة أرباند أمسية موسيقية غنائية. عائشة سليمان أوسو. اليوم قدمت فقرة كردية، وصلة كردية. أنا كبنت سورية من حلب، يعني لا في كتير ثقافات بحلب أو بشكل عام بسوريا يعني، ومنهم الثقافة الكردية، فحبينا نقدم اليوم آر باند، فرقة آر التراث الكردي. أنا ويام ووليد محمد، عازفت ساز. أنا كثير مبسوطة بمشاركتي اليوم، خاصة إنه بهيك مكان، يعني معرض مثل كان يا مكان واحد بيكون له الفخر إنه يعني يمارس مواهبه فيها. فأنا كثير مبسوطة إني شاركت، وخاصة إني مثلت بلدي، مثلت ثقافتي. كثير بتمنى يعني تكثر هاي الفعاليات بهيك أمكنة، لأنه نحن يعني شعب بيستحق نفرح يعني. أغاني تراث السوري الكردي وأغاني أخرى تفاعل معها الحضور، وسط استخدام تقنيات للإضاءة والصوت أعطت رونقا خاصا للأمسية. اليوم الفعالية هي من قبل ورشة، من قبل دار ورشة الإنتاج الثقافي، عن طريق فرقة موسيقية خاصة فيها اسمها فرقة آر باند. الفكرة الأساسية من هالفعالية هو الإضاءة على جزء كتير هام وغني من التراث الثقافي السوري اللي هو التراث الثقافي الكردي. هذا الشيء بيأكد كتير على التنوع الموجود عندنا بسوريا، وهذا أكد على المساحات الموجودة عندنا إياها اليوم بسوريا لتبادل الثقافات والتعرف أكثر على الثقافات المكونة لهالمجتمع الغني كتير. معرض كان يا مكان حلب الذي يقام حتى الخامس من الشهر القادم مستمر في ظل تعاون مع مؤسسة ورشة للفنون والثقافة. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب. وبأولى مساحاتنا بصباحنا غير لليوم حروح لمساحتنا التربوية، وحنحكي ضمن هاي الفقرة عن العلاقات السليمة عند الطفل. قد اليوم هم نحن نكون متواجدين حد أطفالنا باختيار أصدقائهم، باختيار محيطهم. صحيح رشا، هلا انا كنت عم اطرح استفسار ثاني، قديش نحن لازم نتدخل؟ يعني هون بدنا نعرف قديش الاهل لازم يتدخلوا وايمتى لازم يتدخلوا. هلا اليوم المراهق للاسف يعني اي تدخل من الاهل بيعتبره مرفوض انه هو صح، انه هو عرفان شو عم يساوي، ولكن دور الاهل كثير مهم بهي الفتره وفتره الطفوله. خلينا نقول كمان يعني اليوم المحيط له تاثير كثير سلبي وايجابي على هذا الطفل او المراهق. حنكون بتفاصيل اكثر مع ضيفتنا لليوم رينا ايوب. بدي لك يسعد لي صباحك. يسعد صباحك. صباح النور. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح. قبل ما نبدا بالموضوع الاساسي انه كيف الاهل ممكن او ايمت لازم يتدخلوا ويساعدوا طفلهم بتكوين الصداقات، ايمت لازم يتدخلوا وهنن دائما لازم يكونوا مراقبين الوضع، ولا لا لازم يخلوا الطفل يروح يجرب واذا في غلط نحن نتدخل هون؟ نحن اهم شيء نعرف شو يعني اصحاب سوء، شو يعني رفقة سوء. الشخص يلي كون مجموعة افكار باللاوعي خارجة عن نطاق العادات والتقاليد هي اللي بتكون خارج نطاق البيئة. نحن هون بنصير ننزل للطفل انه هذا الطفل مختلف نهائيا عن ترباية او نشأة اطفالنا. احيانا اطفال السوء ما بيكونوا هني سيئين، بتكون ظروف يلي حكمت عليهم انه هني ممكن يتبعوا اساليب او سلوكيات خاطئه، مع الايام تطورت لحتى صارت الاشياء مأهوله لهم وممتعه. مثلا اذا كان سرقه او كذب او خروج من اي مثير خارجي بحطهم بزاويه معينه هني بينضغطوا فيها. الأطفالنا يلي بيكونوا ربيانين على أشياء كلها صح بدون تجارب، بدون مخالطة مجتمعات متغيرة أو عادات وتقاليد غير العادات والتقاليد اللي احنا ربيانين فيها، ممكن يستحبوا هاي الأشياء لأنها هي بتنجيهم من كتير أشياء. ممكن يكون الكذب عم بينجيهم بفترة معينة، خصوصا سن المراهقة، من عقاب، من توبيخ، من حرمان، من رفيق. برافو. فنحن بدنا نعرف انه هذا الطفل يلي عم بيصاحبه طفلي هو سلوكه سيء لدرجة السيء انه ممكن يأذي، ولا سلوكه سيء بأشياء نحن ممكن نتغاضى عنها ونوجهها نتيجة الطرفين، خصوصا اذا الاولاد كانوا حابين بعض.
دائما الاشياء المختلفه اللي احنا بتستهوينا، حتى نحن كبار ما فينا دائما نكون رفقتنا وتقاربنا مع الاشخاص اللي بيشبهونا كثير، لانه بنحب التغيير، بنحب نفوت باشياء نتعلم منها او نشوف اشياء ثانيه نحن ما عشناها، من ممكن من اشياء الى علاقه بالرفاهيه او الى علاقه باشياء اخرى. فالطفل السيء هون هو الطفل يلي ممكن يكون عنده اثار سلبيه، وممكن يكون عنده أشياء كتير حلوة لكن تنشئته أو مفهومه الغلط لهذا الشيء أدى أنه يكون سلوك سيء. طالما نحن تحت سلوك السيء تحت السيطرة، نحن فينا فقط نوجه ونكون واعيين كتير ومراقبين، لكن إذا خرج الموضوع هون ساعتها نحن بنتدخل وبصير في إرشادات وبصير في ممكن نضطر لنلجأ لكتير أشياء منها حتى لو كان عقاب إيجابي. خلينا نحكي عن هدول الطرق اللي نحن اليوم لازم نتدخل من خلالهم، ويعني تدخل بطريقة ما تكون تطفل، إن كان عن أو خاصة مثل ما قلنا بالمقدمة إذا كان مراهق كتير صعب التعامل معه، فأنت عم يعني له عالمه الخاص، له أصدقائه الخاصين. أقل كلمة بيقول لك جيلك غير جيلي، زمانك غير زماني يعني. فخلينا نحكي هيك، نحن كيف قادرين نوجه صح من دون ما نأثر حتى نحن سلبيا على هذا، إن كان المراهق أو الطفل. إذا بدنا نحكي عن سن المراهقة لازم نعرف نحن المنشأ الأول بالطفولة، ببين على الطفل يلي عنده سلوكيات خاطئة من هو صغير أو نتيجة شجار الأهالي، هي اللي بيعمل سلوك كتير صعب للأطفال، مع الأيام بصير عندهم الكذب وا وا وا. فإذا كان الطفل أسرته جيدة، أهله شوي واعين فهمانين الفكرة أنه ممكن هذا الطفل بس يكبر ويصير مراهق، مو ممكن أكيد رح يعاشر مجموعة يعني علوم مختلفة بهاي الحياة، فأنا لازم أكون منتبهة كتير لأطفالي، بدي أجمع معلومات بشكل كتير دقيق عن الأصحاب اللي عم بصاحبهم طفلي. إذا كانت بنت، الأم كتير قدران تسيطر على الوضع وتحل المشكلة لأنه البنت بتميل أكتر للعاطفة والكلام، برافو. لكن إذا كان طفل، إذا كان صبي، ممكن يسمع للأم 50% والخمسين الثاني بدها تكون تدخل من أبوه، أو من إذا ما كان الأب متواجد أحد الأشخاص يلي هو بيقدر يمونوا عليه، لكن يكونوا رجال مثله، يعني تكون السلطة لهم أقوى. كيف بدي أقدر أنا أعلم أطفالي أنه هذا السلوك خطأ وهذا السلوك صح؟ هي عبارة عن مجموعة معتقدات وعادات وتقاليد وتوجيه أنا دائماً عم بذكرهم وكررهم، مجموعة قواعد نحن بالبيت نحكيها بطريقة محببة ما تكون فرض، لأنه بسن المراهقة الطفل بحس حاله كبر وأنا صار إلي حريتي وصار إلي كياني، وبتبطل نعجبه وبنبطل تعجبه حياتنا، حتى بتبطل تعجبه الأشياء اللي أنت عم بتقوليها رغم أنه هو قبل كان يعني يمشي عليها ويفكر فيها. أنا هون بدي أتقبل هاي الفكرة وبدي أعرف أنه هذا السن أصلاً إذا ما كان هيك هو اللي غلط، يعني إذا أطفالنا ضلهم عم يسمعوا كلمتنا لكبره وكذا، هني هدول الأطفال بتخافي عليهم من المجتمع، بتخافي عليهم من الاختلاطات اللي بدها تصير بعدين، لازم يكون له كلمته وكيانه وأنا أحترم هذا الشيء، إذا ما عجبني يكون في بيناتنا حوار. طيب خلينا نسأل حضرتك اليوم، كيف ممكن أنا أقدر اتبع تقنيات معينة أو أساليب في إذا نحن قدام سيناريو أنه أنا طفلي عنده رفاق سوء ولازم أنا بعده عنهم؟ نحن فورا نعرف أنه إذا قلنا له بعد ما راح يبعد، خصوصا أنه في يمكن شيء هو حابهم عند هدول الأشخاص، فشو تقنيات الأهل اليوم اللي بيقدروا يتبعوها لحتى يبعدوا عن هذا الشخص؟ أهم من الأهم التقنيات أنه أنا أجمع معلومات عن هذا الطفل لأعرف هو ماضي كان سيء ولا نتيجة ظروف كمان هو تعلم وصار سيء، لأنه كتير في فرق كتير كبير بين إذا الطفل هذا هو من منشأ سيء، ساعتها أنا هون بدي أتوجه فورا ما في نقاش، إذا كان منشأ الطفل سيء لأنه هذا الشيء كتير بدي يودي لسوء لبعدين، حتى لو كان طفلي حابه أنا بدي حد من الموضوع وأعمل قواعد ويمشي عليها وينضبط فيها، وإذا ما قدرت لحالي ممكن ألجأ لأخصائي أو لأهل. هون يعني أنت يعني بتنصحي باللجوء لموضوع الصرامة أو أكيد القوة؟ إذا كان المنشأ تبع الطفل هذا سيء سيء، طيب. يعني كانت أسرته هي سيئة وأسرة أسرته سيئة، يعني هني ماشيين على سلوك الأشياء السيئة من معتقدهم أنه هي الحياة الصح، هوني أنا كتير صعب إذا ابني فات فيهن أو بنتي طالعوا بسرعة، فأنا هون فورا بدي حد. لكن إذا كان الطفل سيء مثل هالأطفال السوء يلي هن بسن مراهقة عم يكذبوا، عم شوي عم ممكن عم يدخنوا شوي، ممكن عم بيقلقوا شوي، هذا غلط أكيد، لكن ما فيني أنا فورا حد من هاي العلاقة لأنه
كل المجتمع تقريبا هيك، فانا بدي امنع طفلي لكان من معاشره اصدقاء او اليوم كذا. كمان هم يتعرف على المحيط، لازم يتعرف يعني على اختلاطات. بس رينا يعني انت ذكرتي شغلي انه نحن وقت بنشوف الطفل او المراهق بوضع انه نحن لازم نتدخل ونحط حد، اوكي لازم نتدخل، طيب هذا الحد نحن كيف قادرين نحطه؟ يعني شو لازم نعمل مثلا يعني؟ بجمع معلومات عن هاي الاطفال، جمعنا معلومات تمام. وطلع انه كرر القواعد خلص ضلني احكي وجه، اول شيء بدي امشي بموضوع الحوار والنقاش، دائما فرجي امثله واقعيه بالحياه، هاي الناس اللي مشيت بهذا الطريق لوين وصلت، والناس الثانيه اللي مشيت بالطريق اللي كانت صح لوين مشيت، ما ردوا علي، ما مشوا علي، بدي بلش التجأ للعقاب الإيجابي، ما كمان مشي معي العقاب الإيجابي بدي ألجأ لأخصائي نفسي لحتى يساعدني على هذا الشيء، لأنه فكرة المراهق ما فيك أنت تحدي فورا منه، بدك أنت كمان تزرعي له شخصية بناءة مع الأيام، دائما هو يكون قد قراراته، أنا حمله مسؤولية سقفي حسسه أنه أنت أوكي. أنا بحس أكثر العلاجات يلي أنت فيك تمشي فيها مع الطفل خليه هو يكون مراقب على أخوه، إذا كان عنده أخ بتحسيه هو لحاله بيتعلم صح، لأنه ما بيرضى أنه أخوه يغلط، أو نفس الشيء إذا بنت، فأنا بهاي القواعد اللي بمشي فيها أجمعهم بالبيت، إذا كان الأطفال كتير سيئين وأنا ابني كتير بحبه ومو قدران يطلع عنهم وبحبهم، يعني أنا حتى متعاطفي معهم بهذا الشعور، حاول أجمعهم دائما عندي بالبيت، حاول دائما ضلني عم بسمع هن شو عم ناقلوا أحاديث، راقبهم، اعمل لهم أكلات حلوة، اعمل لهم سهرات حلوة، مجرد ما أنه أنا بلشت فوتهم لا عاداتنا وتقاليدنا هدول السيئين رح يصيروا معنا سيئين. خلينا نسأل رينا حضرتك عن أهمية الحوار اليوم ومتابعة الطفل، يعني نحن بنشوف بعض الأهالي أنه ما كتير في عندهم هي حالة التواصل الأسري أو لحتى يعرفوا المحيط، بس بيلاحظوا النتج الأثر السلبي لطفلهم، يعني فجأة بيلاقوا طفلهم تغير أو صار عنده سلوك معين، هون بتبلش عملية البحث. خلينا نحكي عن هاي المرحلة الاستباقية إذا بدنا نقول اليوم بالتواصل مع الأطفال ومع أصدقائهم. كتير حلو سؤالك، لأنه فوراً بيجونا أهالي لأنه نحن كيف نتحاور مع طفلنا ونحن من زمان من قبل كنا ما نتحاور معهم. الحوار هو عبارة عن مدخلات بتفوت للوعي بالذاكرة طويلة المدى، هاي المدخلات بتكون عبارة حسية وحركية وسمعية، الطفل بده يكون شايفك عم بقلدك، هو مقلد بارع، عم يسمع حديث ممكن من الجوار، عم يكون في عنده صور ذهنية لهاي الانطباعات اللي انت بدك تزرعيها فيه. طب ما كانت موجودة، كيف بدها تخرج منه للطفل بسن المراهقة؟ أنا لحتى تخرج منه أو يخرج منه سلوك سوي لازم يكون في شيء فايت للذاكرة طويلة المدى، هذا الشيء يكون مرئي أو مسموع أو حسي عن طريق عن مجموعة علاقات ممكن محيطة بالطفل أو بالأسرة. إذا كانت موجودة ما رح يقدر يكون في عنا حوار فورا مباشر، لكن مو إذا نحن ما بنتحاور مع أطفالنا وهن صغار وكبروا وصاروا مراهقين أنا ممكن أنه حد من هذا الحوار، لا، الأطفال بيسمعونا، الأطفال نحن قدوتهم بالمحبة والحنان والكلمة الحلوة، نحن فينا فورا نفوت بأدمغة أطفالنا وبقلوب أطفالنا، وأهم شيء نحافظ على دوائر القلب والروح اللي عندهم لحتى يكون في هاي الصلة الروحية اللي بيني وبينهم. طيب رينا خلينا نروح نحن بتجربة معك هلا، أنه نحن اليوم هذا الطفل أو المراهق خرج عن السيطرة، وعينا وجهنا له كذا نصيحة ما قدرنا، يعني في نماذج كتير والأغلب يعني للأسف هيك، اليوم نحن ما بدنا نجمل الواقع أنه نحن أطفالنا أو مراهقيننا عم يمشوا مثل ما بدهم أهلهم، فاتوا بتجارب وكانت قاسية عليهم فيما بعد، نحن قدامهم نحن اليوم نقول لهم أنه أنتوا استفدتوا وما نحملهم هذا، نحن نصحنا ولكن ما نرجع نزيد اللوم. كتير حلو سؤالك وكتير حلو نعلم أطفالنا أنهم يكونوا أقوياء ما عندهم خوف، في مقولة بتقول أنه نحن من كتر ما علمونا الخوف خلقنا عم نبكي، يعني وصل صح. الخوف بالجينيات عنا، فأنا أهم شيء لحتى طفلي يطلع من أي مشكلة بالحياة، لأنه بالحياة في مشاكل في مطبات رح يتعرضوا صحيح. إذا كانوا مع أطفال أسوياء أصدقاء أو أصحاب أسوياء أو مع أصحاب مسالمين شو نحن بنحكي انه هني معافين نفسيا وجسديا وفكريا وسلوكيا، لكن انا بدي اعلم طفلي يكون قوي، بدي اعلمه انه اي مشكله ممكن انت تقع فيها مجرد ما انت اعترفت انها هي مشكله نحن فينا نلاقي لها حلول، فينا نلاقي لها حلول لانك انت رح تساعدنا انك تمشي بالحلول لانك انت معترف وما يخاف. وابدا في مطبات بالحياة، ما نخلي أطفالنا يخافوا مشان هدول الأصحاب السوء ما يجروهم من هذا الخوف. نحن بنزرعه بالطفولة ونحن بنقويه بالطفولة، نرجع دائما من أول ومنذكر نقطة أنه نحن بتسهل بجوز التعامل فيه مع بعض مع المراهق حتى لو مرقنا بشوية صعوبات، نحن شو أسسنا
تماما. يعني قد ما بتشوفي نماذج انه الاسر ما بدنا نقول متشدده بمعنى التعصب، لا، متشدده بالتربيه بالقوانين بالقواعد اللي فبتلاقي يعني قد ما بطلع حيرجع يعني بيوم من الايام للقصه يعني تماماً. فكتير مهم اليوم الطفوله نحن نركز شو عم نعطي طفلنا. تماما، الطفل هو عباره عن مجموعه مدخلات بتفوت عن طريق اللاوعي عن بمحيطه او بالعلاقات اللي هي ماشي ضمن محيطه، فعادي الطفل ممكن يغلط، ممكن يصاحب اصحاب سوء ويسلك سلوكيات خاطئه لوقت معين، لكن عن طريق التوجيه والحوار نحن فينا انه نمرق هاي الاشياء يلي عم تمرق عند الاطفال لحتى تكون شخصيتهم بناءه مع الايام ويقدروا يكونوا قد هاي الحياه. صحيح. طيب خلينا بالوقت المتبقي نحكي او نقدم نصائح اليوم للاهل كيف ممكن يساعدوا اطفالهم في بناء علاقات سليمه حسب الفئه العمريه ولو سريعا. تماما، انا اشغل وقتهم دائما بالهوايات والمواهب يلي هي بتفرغ شويه شحنات عند الطفل لحتى ما يكون هذا الوقت الفراغ كامل لإله ما يعرف شو بده يعمل فيه فيلتجئ لاي حدا. حاول اشغل له اوقاته بالاشياء اللي بحبها، دائما اسمح له بالاشياء اللي بحبها حتى لو كان نحن ما بنحبها، من موسيقى، من رسم، من انه يروح لعند رفقاته. حط له قوانين بالبيت انه نحن اذا بدنا نروح نسهر حتى اذا بدنا نروح ونجي في وقت معين نحن لازم نفوته، نحترم اوقات الطعام يلي بالبيت عشان نلتم كاسره، لمه الاسره على الضوابط والقوانين اللي بتنحط بالبيت هي مو بس لتناول الغداء او لحتى يكونوا سهرانين، هي لحتى يصير في حوار ومحبه ونعرف نحن مين هاي السلوكيات اللي عم يسلكها اطفالنا. تماما، نتشكر حضورك لليوم وشكرا رينا لكل النصائح اللي قدمتيها، ونتمنى هيك تكون هاي المرحله خفيفه على اطفالنا. يسعد لي صباحك. يسعد صباحك، شكرا كثير لكم. استشاريه الطفوله المبكره رينا ايوب، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا كثير، يعطيكم العافيه. اما هلا صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه المحليه العربيه والعالميه مع زميلتنا ميس اورفلي. يسعد صباحك. يسعد صباحك مشاهدي الإخبارية السورية، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. يواصل الاحتلال الأمريكي نهبه الثروات الوطنية السورية من المناطق التي يحتلها، حيث سرقت قواته دفعة من نفط حقول الجزيرة بريف الحسكة. مصادر محلية من ريف اليعربية لفتت إلى أنه بالتوازي مع نقل رتل الصهاريج قام الاحتلال الأمريكي بنقل عدد من عرباته العسكرية أيضا عبر معبر المحمودية إلى قواعده في الأراضي العراقية. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية استشهاد مقدسي بركات عودة من سكان العزيرية شرقي القدس متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها بعد تنفيذه عملية دهس قرب أريحة. وأبلغت هيئة الشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد عودة متأثرا بجروح خطرة وأصيب بها عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب أريحة بزعم تنفيذ عملية دهس بالقرب من منطقة النبي موسى في أريحة شرقي الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد ارتفع عدد الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الدهس قرب أريحة إلى 6 جنود. انتخب الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسو لولا دي سيلفا رئيسا للبرازيل بفوزه في الجولة الثانية ونهائية من الانتخابات الرئاسية على منافسه الرئيس المنتهي ولايته جايبير دوبولونون سورانارو. وحسب النتائج الرسمية التي أوردتها وسائل الإعلام البرازيلية فأن دي سيلفا حصل على أصوات قدرت ب 50% من أصوات الناخبين البرازيليين. وأعلن دي سيلفا في خطاب نصر أن بلاده تحتاج إلى السلام والوحدة، مضيفا أنها عادت إلى الساحة الدولية ولم تعد تريد أن تكون معزولة دوليا. هذا وشدد في خطابه على أنه ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمة مقسمة في حالة حرب دائمة، مضيفا اليوم نقول للعالم إن البرازيل عادت وإنها مستعدة لإستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ.
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند إلى 130 قتيلا. وقال مسؤول في شرطة مدينة موربي حيث وقع الحادث إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 130 قتيلا على الأقل، فيما تم إنقاذ أكثر من 80 شخصا ولا تزال عملية البحث جارية عن المفقودين. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن حوالي 500 شخص بينهم نساء وأطفال كانوا يحتشدون على جسر موربي للمشاركة في مهرجان ديني، حيث انقطعت الأسلاك التي دعمته ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله في النهر. ختام موجز الأخبار من الأخبارية السورية، عودة لصباحنا غير. يسعد صباحكم مجددا. شكرا لك ميس، وأكيد مكفيين بباقي فقرات صباحنا غير. مكملين بالفقرة الطبية لليوم، رح نحكي عن جفاف العين. مثل ما خبرتيني نيرمين، أنت نيرمين اليوم الأشخاص اللي بيعانوا من جفاف العين، خبرينا عنها أكثر. هلا ما رح اعطيك الاسباب كلياتها لانه انا كثير يعني بحرى بهذا الموضوع، ولكن خلينا نقول انه كلياتنا بنعرف التكنولوجيا قديش عم تاثر على عيوننا والساعات الطويله. كثير من الاسباب ما رح نحرقها، نخليها للدكتور هي تقولها. هلا هاي المتلازمه هي منتشره بشكل كثير كبير، وبصيب تقريبا 3 ملايين و37 شخص مليون، يعني تخيلي الرقم ابدا مانو قليل ابدا، طبيعي يعني 337 مليون على مستوى العالم. هذا المرض شو هو اسبابه واعراضه، ونحن كيف اليوم قدرانين نتجنبه؟ كثير من المعلومات حجاوبنا عنا اليوم ضيفتنا لليوم الدكتوره بثينه بدر الدين الشيخه، وهي اختصاص امراض العيون وجراحه. تعسي صباحك دكتوره. يسعد صباحكم يا اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. بالبدايه خلينا نحكي ما هو متلازمه العين الجافه. هلا هي التعبير اول شيء كان يقولوا بس عين جافه، هلا تطور الموضوع صارت اسمها متلازمه العين الجافه، لانه اكتشفوا انه هي مو مجرد مرض بسيط. يعني نحن كانوا بزماناتهم يتعاملوا مع هذا المرض انه شغله بسيطه، انه الدمع ما انه مكفي بنعطي قطره دمع وانتهت المشكله. اكتشفوا لا، انه هذا مرض مزمن التهابي بياثر كثير بالعين وبياثر بحياتنا. حتى في دراسة نشروها جديد انه المرضى اللي عندهم جفاف العين اسلوب حياتهم عندهم في اكتئاب بيشابه مريض اذا كان عنده عم يعمل غسيل كلية. اوف شو اليوم وجهة يعني تشابه الوسطين؟ انه الاكتئاب اللي بيسببه جفاف العين الشديد للمريض بيحد له من حياته، ما بيكون مبسوط ما بيكون سعيد وبيعمل له اعراض نفسية حتى بتوصل لهالدرجة. فهي اخر دراسة، بس هي الفكرة انه مشان يظهروا قد ايه اهمية هالمرض وقد ايه موجود. هلا مثل ما تفضلتي هو كثير انتشاره عالميا، تقريبا 400 مليون بني ادم يعني مصابين بهذا المتلازمة. بأمريكا لحالها شي 40 مليون، هي الإحصائيات. هلأ بلدنا أكيد منتشرة كتير، ما في إحصائيات، بس مرض منتشر بشدة. هلأ إذا بدنا نعرفه كتعريف، هلأ كان مثل ما قلت لكم قبل يقولوا أنه هو نقص الدمع، أنه ما في دمع كافي. هو لا، مو هيك، هو مرض له علاقة بفيلم الدمع. هذا الفيلم اللي لازم يكون قدام طبقات العين، يغذيها، يرطبها، يحميها، ينظفها من التلوث اللي بيجي من الجو. هذا الدمع إما ما عم يفرز بشكل كافي، هذا أول سبب لإله، هذا بشكل تقريباً بس 30% من نسبة الأسباب كلها. 70% إنه ما نثابت فيلم هالدمع، فيلم هالدمع اللي لازم يغطي العين لمدة ما بتشوفه غير تبخر بسرعة كبيرة، تمام؟ هو لازم يقعد على يعني بتماس بالعين من 7 لـ10 ثواني، أقل من 7 ثواني أو 10 ثواني بتلاقيه تبخر من على العين. هدول بيشكلوا الأسباب التبخر أو سرعة التبخر بتشكل 70% من أسباب جفاف العين، وهي هلا ممكن نحكي فيها بالتفصيل. طيب خلينا نحكي اليوم عن ما بنقول حكينا شوي إنه عن فيلم الدمع وكذا، وحكينا عن التكنولوجيا قديش لها تأثير مهم. في حال صارت الإصابة ورحنا عند الدكتور وتشخص المرض، شو هي المضاعفات والسلبيات في حال عدم استشارة الدكتور؟ إيه هلا إذا بدنا نحكي مباشرة إنه عدم استجابة يعني أو علاج المرض بحد ذاته شو ممكن يسبب بالعين. هلا الجفاف إذا فهمنا شو بيعمل الدمع للعين نعرف إذا شفاف وشو شو ممكن يؤدي. هلا المريض بيجيك عم يشكي من حكة وحرقة وما نو شايف، حتى بيأثر على نظره وعينه حمراء أغلب الوقت، غباشة شوي، غباشة نظر، هي شغلة أساسية عندهم إنه فيلم الدمع هو الطبقة يعني
طبقة انكسارية مهمة كتير بالرؤية عند الإنسان. إذا ما التزم ما عالج ترك الموضوع لحده الأعظمي، ممكن نوصل أنه هذا سطح الملتحمة اللي لازم يكون مخاطي ناعم شفاف، ممكن يبلش يتقرن، ممكن يتقرح، ممكن يصير عندنا ندبات إن كانت على القرنية وإن كانت على الملتحمة، ممكن نوصل آخر شيء لتوعي، وهذا كتير شيء سيء بالنسبة للعين. طيب. مدمر للعين. طيب خلينا نحكي عن موضوع العلاج اليوم، هل ممكن يكون في ضرورة لتدخل جراحي ولا علاج دوائي أو أطراد؟ هلا شوفي، العلاج كتر من موضوع مهم عملوا له جمعية لحاله، جمعية لأمراض العيون، بتعقد سنويا لجفاف العين بس في الحالة، بتعقد سنويا بشكل دوري مشان يحطوا شو آخر المستجدات. اتطورت كتير القصة تبع جفاف العين لأنه الأول كتير منتشرة مثل ما حكينا وكتير مهمة، مثل ما حضرتك عم ترفي كتير فعندك نشفان واضح للعين ما قدراني تفتح العين تبعك، فهي كتير منتشرة بشكل شائع جدا. فالفكرة الأساسية أنه نحن شخصنا. هلأ التشخيص بسوريا للأسف يعتمد بعده على الفحص السريري وشوية فحوص بسيطة، برا صار في عيادات خاصة لجفاف الدمع، اسمها عيادة الدمع، بيروح عبارة عن أجهزة بتقيس أكثر من شغلة عند الإنسان للدمع، الأوزمولاريتي تبعه قدي عم يرف، قدي طبقة الدهن فيه، قدي سرعة تبخره، كله أرقام. يعني معدل الرف، معدل الرف كتير مهم. هلأ الرف الطبيعي لازم البني آدم يرف كل خمس ثواني يكون فيه رفة تغسل العين. الإنسان مثل ما كنتوا عم تحكوا أنه اللي بيقعد كتير على الجوال أو على اللابتوب أو على الأجهزة المحمولة بينسى يرف، هي مشكلته أنه بينسى يرف، فبتلاحظ أنه بعد فترة أنه الدمع تبخر بسرعة. طيب تبخر بسرعة. اليوم رفة العين هي حركة إرادية لحتى هو ينسى يرف؟ هي لا، مو حركة إرادية، حركة لا إرادية، بس أنت وقت ما بتكوني قاعدة وعم تركزي بشغله فطبيعي انه انت حتطلبي تركيز اكثر في حياتك. اي لانه هي حركه لا اراديه، لا اراديه، انه انت لحالك اكثر، فاي خاصه اذا طولتي يعني على اللابتوب، صرنا على اللابتوب فبتفيقي انه عينك عم تحرقك لانه الدمع ما غطى العين الفتره صحيح. اللازمه لها، ما رطب الفتره اللازمه، فالعين صارت حمراء ومؤلمه ومزعجه. مو بس هيك يعني، كمان احنا عم نحكي بظل قطع الكهرباء وما في ضوء، فانت تخيلي قديش بدك توسعي الحدقيه، ولا قد ايه بدك تركزي وتبحلي. تمام، الدم الرفيف لحاله قصة. هلأ نرجع لسؤالك أنه كيف العلاج؟ هلأ العلاج حسب مرحلة الجفاف. أنا قلت أنه هدول فحوصات مشان تقدر تقيمي المريض هل هو جفاف العين عنده خفيف، متوسط، شديد، صحيح. الدرجة تبعيته. ثاني شغلة تعرفي شو سببه، هل هو من النوع اللي هو نقص الإفراز ولا هو من نوع التبخر السريع؟ هلأ نقص الإفراز شيء والتبخر السريع شيء. نقص الإفراز بتجي كتير مع الأمراض الجهازية، يعني مريض مثلا عنده أمراض مناعية، صدف، جوغرين، هدول الأمراض اللي بتعمل إنه الدم ما بيعود ينفرز بشكل كافي بالعين، فبتلاقي طبقة الدم قليلة وبالتالي عملت نشفان بالعين. هذا علاجه يختلف تماما عن علاج السبب الثاني اللي عنده سرعة بالتبخر، اللي ممكن يكون البحلقة بالموبايلات، التكييف، التلوث الموجود بالجو، الالتهاب بحواف الأشفان، المكياج اللي بيسد الغدد اللي بتفرز الطبقة الدهنية تبع الدمع. فالعلاج يختلف حسب السبب. خلينا نسألك عفوا هون عن كمان يمكن ما ذكرناها، موضوع عمليات الليزر والليزك قديش بيأثر كمان على تمام الليزك الجفاف. والليزر هن أحد أهم أسباب الجفاف للعين. بعد عمليات بترتفع نسبة الجفاف تقريبا ل 25-30% بعد ما الواحد يكون عامل عملية ليزر أو ليزك أو تصحيح أسوأ انكسار بشكل عام. كمان عندنا استخدام العدسات اللاصقة، هدول كلهم أسباب شائعة. بيأثر اليوم العدسات على هاي القصة؟ كمان نفس الشيء، العدسة تطلب أنه تكون العين في الرطوبة عالية، طالما أنه أنت عندك بالأساس مكشف جفاف وحطيتي عدسة لاصقة زاد الجفاف أكثر. هلأ اول شيء لازم نعرف شو نحن عم نواجه، اي نوع، تمام، شو السبب، كرمال نعرف خطه العلاج، لنعرف خطه العلاج، خلينا نحكي خطه العلاج لكل نوع. هلا سالنا، بنسال المريض الاسئله، حضرنا، عرفنا شو مريضنا بيعاني. هلا اذا كانت الجفاف مرحله بسيطه، العلاج كثير انه اهم شيء فيه الخطوه الاولى حاطينها انه لازم تسقيف المريض. عشان بدنا نسقف المريض؟ هذا المرض مزمن،
فالمريض لازم يعرف شو عم يواجه، شو الأسباب اللي عم تعملها ويحاول يبعد عنها. حيتطور بالنهاية إذا ما التزم. حيتطور وحيصير للأسوأ. فأول شيء تسقيف المريض، ثاني شغلة تحسين الجو اللي هو عايش فيه، يعني إذا المكيفات شغالة كل الوقت، عم تنشف الغبرة، إذا في تلوث جو المكاتب، القعدة كتير على الموبايلات، إنه هدول نظام الحياة تبعه لازم يعدل فيه وإلا ما حيمشي الحال. يعني اللي بيحلق بالموبايل أكثر من أو شغله على الموبايل 4 من 5 6 ساعات، هذا مريض أكيد ماشي لجفاف عين شديد. فالمفروض نحن نعلمه أنه بعد شي ساعة تقريبا قوم أول شي مشي، وبتاني شغلة طلع لبعيد وريح عيونك، غمضهم ولو 5 دقائق. فهي الحركة لحالة ممكن تساعده أنه يستعيد فيلم الدمع التوازن تبعه. الغذاء كتير شغلة مهمة. الطبقة اللي بيديها هي العلاقة بالأوميجا 3، فنحن منأكد انه نحن الغذاء تبعنا لازم نحوي على الاوميجا 3 مشان يكون عندنا في توازن بفيلم الدمع. هلا هي بالدرجات البسيطه، لا ببلش التداخل الطبي بالدرجه الاشد، نحن بنقول له اعمل كل هدول، بعدين اذا والله بعده بحاجه مساعده. طبعا اهم اشياء شيء هي الاطراف، اطراف الدمع الصناعيه المنتشره كثير وممكن اي شخص ياخذها، وتلاقي اغلب شعبنا انه بيطالع لك دمع وشعب تاخذ قطره لك هي القطره اعطوني اياها لانه تغسل العين. فهي بنلاحظ انه اطراف الدمع الصناعيه منتشره. هلا استخدامها من 3 لـ4 مرات، ممكن ل6 مرات اذا كان واحد قاعد شغله كله على اللابتوب، انه هي الساعه بيستخدمها انه يقطر قطره دمع صناعي. كويس. الاطراف ما عم تكفي، اسا في مشكله. العين في إلى إفراز دمع في إلى مصرف، نحن عم نحاول نساعد بالأطراف منسد المصرف مشان تكفي الدمع اللي عم ينفرز يصير يكفي العين. فممكن نستخدم شيء بنقله سدادات دمعية. النساء اللي بيستخدموا مكياج بشكل كتير كبير بيأثروا كتير على غدد موبوميوس، فهي الغدد الإفراز الدهني. في جلسات جديدة اسمها جهاز IBL Intensive Plus Light، هو عبارة مو ليزر، هو عبارة عن ضوء بيعالج هاي الغدد. هاي الغدد بيخليها تصير دافية، تصير إفرازها أسهل. هي عبارة عن جلسات، البروتوكول العالمي إلى من 3 لـ4 جلسات، بتساعد كتير بالتخلص من حالة MGD من إلا، وبتحسن كتير من نوعية الدمع وبتخليه ثباتيته على القرنية أطول. ما مشي الحال. بسألك نحن ممكن نروح للجراحات دكتور؟ هو حنبلش بالثالثة، هي بلشنا الجراحات. هلا في أدوية نسيت لكم كمان، في أدوية مثبطات مناعة أنه بتستخدم أنه لا تخفف، لأنه قلنا أنه الجفاف الدم هو آلية التهابية آخر شيء حتصير بالعين، هندخل بهيك حلقة فيها التهابات. فهي الالتهابات عم نسيطر عليها عن طريق أنه ممكن نستخدم مضادات التهاب، ممكن نستخدم مثبطات مناعة. لهالدرجة يعني وصلت القصة لنقدر نسيطر على الجفاف، خاصة مرضى بعد الجراحات الانكسارية كتير شائع استخدامهم لهي، لأنه إذا طول جفاف العين عندهم كتير مزعج، فممكن نستخدمها كورس علاجي يحسن لهم كتير وضعهم. وموجودة صارت عنا، كانت قبل غير موجودة. الجراحات من بلش جراحة الأصعب، أنه أول شيء نسد هذه، كنا نقول أنه نحط سدادة مؤقتة لمجرى لنقاط الدمعية، منصير نحط سدادة دائمة أو من كوترة أو من خسرة، أو ممكن نستخدم عدسات لاصقة خاصة للجفاف، يعني طبعا. هي كعلاج للجفاف ما أنا موجودة إسا هون، بس إنه موجودة عالميا. ما مشي الحال، صارت القصص أكبر بكتير. في عمليات نقل أعصاب من يعني إنه نستعير أعصاب، إنه صارت كتير قصة أكبر، لأنه بدنا تنبيه عصبي للعين لتفرز الدمع تبعها، فمندخل بالقصص الكبيرة. صفينا. طيب خلينا نسألك، اليوم ذكرتي عدة طرق اليوم لتشخيص المرض، وقديش أنه في جمعية اليوم للعناية بالمرض ومتابعة آخر المستجدات. خلينا نحكي بعيادات اليوم بسوريا، متوفرة هي التقنيات لتقدر تشخص بالضبط هي المشكلة وتحلها؟ الأجهزة الجديدة اللي موجودة بعيادات الدمع غير موجودة عندنا. طيب ليه ما أنا موجودة؟ التكلفة يعني الحصار القصص الحرب اللي نحن فيها والحصار كتير، يعني نحن على القليل يكون في جهاز واحد يخدم القصة. هلأ كتشخيص للأسف عندنا التشخيص البسيط اللي هو شيرمر، اسمه اختبار شيرمر، اختبار الفلوريسين، الفحص السريري، بيعمل لك تقييم مبدئي وموجه، بس انه مو تخصصي كتير. هلا بس الشيء مثلا الظريف عندنا انه في عندنا شيء اسمه IBL، العلاج المعالجه الضوئيه المكثفه، صار موجود بسوريا
صار له تقريبا شي 5 سنين وممكن استخدامه بحالات الام جي دي وكثير بحسن نوعيه الدمع. وبيعطي توصيف تشخيص بشكل صح؟ التشخيص كعلاج كعلاج موجود صار. فالعلاجات موجوده بس التشخيص كتشخيص يعني دقيق بالقيم والارقام للاسف مو موجود. يعني نحن إن شاء الله ما بنوصل لهي المراحل. هي القصة كتير بسيطة يعني رغم أنها متلازمة ورغم أنها منتشرة ولكن يعني إجراءات كتير بسيطة نحن قادرين اليوم نمشي مسافة كتير منيحة بالعلاج وما نروح للجراحة. إذا ولا ثقافتي هيك ثقافة بالنهاية تغيير نمط حياة تغذية يعني هي القصص كلها نمط حياتنا كله غلط يعني. خلينا نروح دكتورة توصيات وهيك نصائح لكل حد عم شوفنا اليوم نحن شو اليوم قادرين نعمل كرمال ما نوصل لهي المرحلة. أهم شيء نعرف أول شيء شو نعم نواجه. نحن جفاف العين اللي عم نواجهه ناتج عن شو؟ متى ما عرفنا ناتج عن شو ناجم عن شو بدنا نبلش نحسن هذا الشيء اللي نحن عم نواجهه. يعني اذا كان ناجم عن انه قاعد كثير على الجوال مثل ما حكينا بنخفف عدد الساعات، اذا استخدام خاطئ للعدسات اللاصقه للمكياج، في طرق نتعلمها كيف ممكن يعني ندير هاي القصص بحيث انه نحمي عيننا من نوصل للمراحل الشديده من جفاف العين. العلاج مثل ما قلتي بسيط بس بده وقت وبده بال طويل ومثابرة من المريض وثقافة منه وتفهم له المرض. المرض على بساطته مزمن وممكن مثل ما قلنا انه الدراسة اللي حكيت لكم عنها انه بيؤدي لاكتئاب وبرا الحقيقة انه بيزوروا مرضى العيادات النفسية. يعني مريض جفاف العين ممكن يوصل معهم انه تحويل الطبيب العينية بحوله على عيادة نفسية انه صار عنده اكتئاب شديد ما عم يمشي الحال. ده شو الموضوع متشعب وخطير ونحن نقول شو معك بيقول لك ببساطه معي جفاف بالعين حتى بسيطه ما بدها شيء. بدنا نشكرك دكتوره لتواجدك لليوم. صباحك صحه هيك وخير على طول. الدكتوره بثينه بدر الدين الشيخه اخصائي في امراض العيون وجراحتها. سعد صباحك. صباحك حلو. شكرا كثير لك ولوجودك معنا واكيد الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. أما هلأ رح ننتقل لمحافظة السويداء حيث أقامت مديرية ثقافة السويداء احتفالية بمناسبة يوم الطفل العربي تضمن عرض مسرحي بعنوان الكأس الذهبي. التفاصيل مع هشام حمدان. بمناسبة يوم الطفل العربي أقامت مديرية ثقافة السويداء احتفالية تضمنت عرضا مسرحيا بعنوان الكأس الذهبية وشارك في العرض أطفال تم تدريبهم خلال ورشات إعداد ممثل التي أقامتها مديرية الثقافة وبإشراف فريق مهارات الحياة. احتفالية يوم الطفل العربي 20 عم نشارك فيها بقسم ثقافة الطفل بعرض مسرحي الكأس الذهبية. الأطفال المشاركين بالمسرحية هن من ضمن ورشات ورشة إعداد الممثل اللي عم بيقيمها فريق مهارات الحياة. أهم شيء اللي عم نركز عليه هو تطوير المنتج الثقافي لدى الطفل. عم نتناول هذه الفئة فدائما نحن أي فعالية واحتفالية عم تكون هي نتاج لهالورشات نحن اللي عم نقوم فيها على مدار العام. العرض يعني عم بحاكي أعمار اليفاعة اللي عم بيقدوه مجموعة يافعين من عمر 14 ل 24 وهو يحاكي هذا العمر من خلال منافسة ما بين مجموعة من سيكون أكثر نفعاً لبلده لوطنه. هي أول مسرحية أخذ فيها دور بطولي فكثير بحبها وبتعني لي كثير. يعمل فريق مهارات الحياة لتطوير المنتج الثقافي للطفل وصقل مواهبه وتنمية مهاراته وخلق حس المنافسة بينهم وصولا لاختيار من لديهم القدرة لتمثيل سوريا خارجيا وتحقيق نتائج على مستويات عربية وعالمية. شان حمدان الإخبارية السورية السويداء. وحنروح لمساحة جديدة ضمن صباحنا غير لليوم. حنروح لمساحة من العمل التطوعي والإنساني يلي بيتجلى بأعمال وأنشطة فريق مجد التطوعي 2020. رح نحكي اليوم عن الأنشطة يلي عم يشتغلوا عليها، نحكي عن الفريق، عن الصعوبات والتحديات وشو مخبينا لبكرة. بدي رحب بغالية الطباع، بدي لك سعد صباحك. وانت حضرتك مؤسسة فريق مجد 2020. تمام. وايضا بدي رحب بابراهيم رشيد وهو مسؤول المتطوعين في الفريق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. كيف صباحكم؟ رواء الرواء. يا هلا. مع انه الطقس عم يقلب شوي بس يعني ساعدنا هيك بحدود المقبول يعني معلقانين شوي بالصيف يعني.
يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. رح نبدا معك غالية، وهيك نتعرف من خلالك على فريق مجد 2020، متى كان التأسيس وابرز النشاطات اللي صارت لحد اليوم؟ هلا مجد 2020 بلش بسنة 2020 وقت الكورونا، قبلها بشوي يعني. كان حلمنا نزرع 1,000,000 شجرة بسوريا. نحن زرعنا شيء 40,000، وكمان ندعي كل العالم ايمتى ما نزلت شجرة بتراب سوريا انه يخبروا فريقنا او يصوروا لنا اياها لحتى نحتفل فيها سوا، ونعرف انه يعني ان شاء الله وصلنا لهذا الرقم، لانه تحسي بيعطيكي امل لمستقبل طبعاً. اخضر هو رقم ضخم، فاكيد بده جهود كثير كبيره وبده مده زمنيه، بس قديش حلو لما يتحقق. بيني وبينك هو كان بيتحقق بسنه واحده، يعني اذا قسمنا على كل محافظه 100,000 شجره وزرعناهم بموسم الزراعه من شهر 10 لشهر 4 كنا خلصنا، بس قصه الكورونا وقصه المواصلات خاصه انه بنزرع بالريف والبنزين والمازوت وهي جدا أخير. هذا الشيء معوقات معوقات مثل ما قلتوا صعوبات، بس نحن مثل ما كنتي عم تقولي شو عملنا، اتجهنا لشغلات تانية. قلنا لما ما بنزرع بالارض بنزرع بالانسان، فيعني بالوقت اللي ما في زراعه ما بنقدر نزرع بنحاول نعمل اعمال خيريه، نساعد الفرق الثانيه، نعمل تشابك مع الجمعيات والشغلات الثانيه اللي عم تشتغل للخير لسوريا. كان لكم نشاطات ولكم تواجد كثير ضمن العمل الانساني، ومؤخرا شفناكم بجزيره ارواد بحادثه المركب اللي غرق. الله يرحمه. خبرونا عن تواجدكم ضمن الجزيره، شو عملتوا؟ سؤال مشترك الاثنين اذا بتحبوا. شو ابراهيم وين بلشنا اول شيء؟ صراحه يعني نحن لما شفنا النخوه والشجاعه اللي عملوها بجزيره ارواد فنحن صحيح كتير يعني كانت ملفته، معك حق، كثير ملفته للنظر، فكثير نحن حبينا نروح نشاركهم هذا الشيء نشوفهم على حقيقتهم. فنحن حبينا طلعنا لجزيرة أرواد وشاركناهم هي الفرحة، حكونا الصعوبات والمشاكل اللي واجهوها، وكان في كتير أشخاص يعني ضمن التكريم اللي كنا نحن عاملينه رفضوا يظهروا على الشاشة، لأنه هم آمنين إنه هذا الشيء هن عملوه كرمال طيبة خاطرهم. ويعني وهذا ما شيء غريب، يعني هذا طبع الشعب السوري كله هيك متربي على النخوة والعز. قمتوا بتكريم الاشخاص اللي كانوا متواجدين اثناء عمليه الانقاذ؟ هلا نحن كفريق بيئي يعني كان تكريمنا نحن طالعين نتعرف عليهم اكثر ونزرع عندهم، فقدمنا لهم كلاتهم شجر مسمر انه يزرعوا قدام بيتهم، وزرعنا جوات قلعه ارواد ياسمين حملنا لحتى انه ذكرى من الشام لهم. وبنفس الوقت اتفقنا مع احد الاشخاص يعني كان حابب يشارك فريقنا ووزع شيء مادي، وهون عم اقول انه ابراهيم مثل ما قال في منه شفناهم عم يركضوا يهربوا ما بدهم هيك، عم نحن ركضنا وراه لهذا الزلمه. قصدك من ال ما بدهم يتكرموا ماديا ولا بدهم انه مساعده، قبلوا الشجره منا. فلما عم نقول له انه ليش عم تهربوا هيك، قال انه يعني هاد واجبي، بس حكى لنا كيف انه انقذوا العالم العايشه. خلينا يعني عفوا هيك غاليه نعرف هي التفاصيل منكم قديش تفاصيل مهمة وإنسانية، ويمكن مؤلمة كانت يعني تلاقي مثلا لاجئ من حلب، هو كان موجود لاجئ متخبي بجزيرة أرواد من بعد الأحداث بحلب، هو وابنه عمره 16 سنة أنقذوا شيء 7 أشخاص. من الشغلات المفارقات اللي ما يعني يمكن القصة ما بتضحك أبدا، بس اللي يعني القدر أحيانا بيضحكك، إنه 3/4 العالم اللي أنقذوه هن العالم ما معهم ستر نجاة، عالم بتحسيهم ما بيعرفوا يسبحوا، هدول شو في هدول اللي نفدوا. حكى لنا هذا عمره طويل مثل ما بنقول عن جد. حكى لنا مثلا بنت يا حرام راحوا اخواتها قولي وهدول انه قدروا ينقذوا لحالها، طلعت لا عم يقدروا ياكلوا لا عم يقدروا يشربوا. في كمان لقى 2 رابطين حالهم ببعض، هدول معهم ستر انه مشان يتونسوا ببعض، واحد دايخ واحد لا عم يحاول يحمله كمان انقذه. هلا هو طبعا هون رفض، انا رح اقول اسمه للشاب بدي يستغل لانه هو رافض هذا الشيء، اسمه محمد الجندي من جزيرة أرواد، هو وابن عمه هن اللي ما ناموا، يعني يروحوا صرفوا المازوت تبعهم، طلعوا كان الموج عالي. بنوجه لهم كل التحية اليوم عبر صباح. وطبعا المهرب بعتهم بوقت النو، بعتهم بوقت اللي كان الموج عالي، وبعتهم باتجاه سوريا مو باتجاه هذيك، يعني كانت القصة شوي مقصودة. بصراحة بحطه بيزمتي يعني لهذا المهرب. وبتزعلي يعني إنه تألمنا كلياتنا من المنظر اللي شفناه، يعني 30 شخص مو معروفه ملامحهم، بس يمكن يوم تواجدكم او شيء تحياتنا لكل اهالينا بجزيره ارواد، يعني يعطيكم الف عافيه، كنتوا قد وقدود يعني كما بيقولوا.
كنتم وجودكم معهم يمكن مو بس زرع هاي الشجره، زرع انه كلمه شكرا اللي هي اكيد بتعوض عن كل الماديات اليوم مجد. فعلا فعلا يعني جد لما تشوف فيهم تطلع انه يا الله بسوريا هيك الابطال لابسين قواعي عادي عم يمشوا بالشارع جنبك ولا مبين عليهم اطفال صغار، يعني الابطال مو الابطال اللي عضلاته وعم يطلعوا على التلفزيون. نخوه في نخوه حلوه كانت عن جد، يعطيهم الف عافيه، اكيد تشرفنا فيهم. اكيد وكل التحيه لهم. خلينا ننتقل لنشاطات ثانيه اقمتوها ورح نكون معك ابراهيم، كنتوا بمصياف في الشهر الماضي وكان عندكم اربع نشاطات، خلينا نضوي عليهم اكثر. اتجهنا لمصياف، نحن كان عندنا نشاط نحن بنعمله بشكل متكرر، هو اسمه بنقول له خبزه ولحمه. نحن بنوزع فيه خبز ومثلا لحومات، مساعدات انسانيه بشكل عام هي. تمام. فحبينا نطلع على مصياف نغير شوي عن دمشق، انه نشوف اهلنا بمصياف هنيك، في كثير اشخاص متضررين وخصوصا متضرروا بالحرائق اخر فتره الماضيه. صحيح. فحبينا نروح لهنيك ويعني نضوي عليهم اكثر الشيء هدول العيال. كيلو عقل وان شاء الله لقدام مكملين معاهم. وغير هيك كان عندنا نشاط تبع القرطاسيه اتجهنا فيها لمدارس بمعظم دمشق وريد دمشق، وزعنا فيهم قرطاسيه مشكله وعملنا نشاطات بالمدارس مع الاطفال وكان كثير نشاط حلو بياخذ العقل. طبعا نحن ما لنا فضل، نحن فريق تطوعي، نحن مجرد لينك يعني صله وصل بين عالم حابه تساعد طبعا وبين الناس اللي عم بتساعد. هاي بدي اسالك عنه مجد، اليوم التشاركيه، تشاركيه المجتمعات الاهليه اليوم احساس اي حدا، وخاصه اليوم في دعم من المغتربين السوريين للجمعيات السوريه اللي عندنا. يعني هلا للجمعيات اي نحن كفريق تطوعي ما بحق لنا ناخذ مساعدات، فنحن شلون قرايبيننا رفقاتنا نحن بين بعضنا احيانا بنلم صحيح مبلغ كبير، او مثلا بنعلن انه نحن بنقدر نقبل مثلا الشنطه مثل ما هي بدون ما تعطينا حقها. اصلا بتعطي شيء اجمل انك انت يعني كل واحد بيقدم الشنطه. بس قدمهم الدعم اليوم انتم بحاجته كمان يعني. تماما، نتمنى انه يسمحوا لنا كفريق تطوعي كفريق. بس كجمعيه لسه ما عندنا القدره انه نروح نفتح نستأجر مقر ونجيب ونقدم وراء وكذا، وهيك كثير شغلتها صعبة. فاحنا بنحس انه لما يكون في مشكلة حنخلق بنساعد سوريا، ولما ما يكون حنزرع. بس هي هي مهم نعمل شيء، مهم نعمل شيء. وفعلا يعني قديش حلو التطوع ابراهيم، قديش شعور يعني قد ما كنت بتكئب احيانا اوضاعنا وبتزعل وتصير معك قصص بتضغطي، بس لما بتروحي بتعملي شيء لحدا ما بتعرفيه ابدا انت اللي بتستفيدي اكثر منه، يعني بترجعي تحسي انه انا في سبب لوجودي بالحياه. صحيح انا بسوريا وما في كهرباء وكل شيء وعندنا الف قصه مشكله، بس بنفس الوقت محبتنا لبعض بتعطيكي امان 100% لقدام. يعني هي هي القيمة النبيلة اللي بيزرعها التطوع، لما انت بتعطي بدون مقابل قديش مهمة هي الثقافة ترجع بقوة للمجتمع السوري. نشاطاتكم عم تكون متنوعة وعم تلائم مثل ما قلنا الاحتياجات والظروف اللي عم بتكون بسوريا. حاليا عم تجهزوا لفعالية او نشاط جديد مع محافظة دمشق يمكن، خلينا نحكي عنه اذا بتحبوا. حاليا النشاط الجديد اللي عم نجهزه مع محافظة دمشق، طبعا بوجه له كل التحية استاذ طارق كريشاتي. وانا كمان على فكره هذا المحافظ بيجنن، يعني بكره شوفوا قد ايه حيعمل شغلات حلوه سوريا، احنا شفناه بالقنيطره كمان قديش ساعدنا بفريق. هو يعني مثل ما بيقولوا له بصمه كان بحما، فاليوم احنا متفائلين فيه يعني من قلبه من قلبه. يعني اول ما فتنا عم يعطينا كل الموافقات، يعني منه اخذنا تقريبا الموافقات ولسه يعني اللي تحته عم يعطونا اياها شوي شوي باقي الموافقات لنزرع. يعني 14000 شجرة وعطانا 14000 شجرة بقلب العاصمة دمشق. إن شاء الله حددتوا الأماكن يعني التمركز وين راح تكون ولا هلا عم نمشي لسه بالقصة معهم شوي شوي يعني. احنا اللي يعني محددين انه بقلب العاصمة دمشق، ما حددنا الأماكن بالضبط وين، بس ان شاء الله لقدام يعني حنعلن اكيد على الاماكن اللي حنكون فيها، لانه اكيد نحن بنتمنى كمان دعم العالم يكونوا متواجدين معنا اكيد للمساعده اصلا. وهون نحكي على مشروع نهر بردة. مشروع نهر بردة، نهر بردة مدى دكتوره غاده بلال، بتمنى شي مره كمان تشوفوها تستضيفوها. عم يشتغلوا على نهر بردة من المنبع
لهون للمصب يعني كيف شوفي ونحن اساس نزرع جنبها على الطريق كلياته وكمان محافظ اللاذقيه على فكره حابه انا كمان وجه تحيه لهم مثل ما قدم لنا محافظ دمشق هالتسهيلات محافظ اللاذقيه كثير كمان عم يساعدونا عم نجهز فريقنا باللاذقيه لحتى نزرع كمان ضمن قدموا هم يا دول تسهيلات اليوم من الجهات الحكوميه يعني اليوم ضروريه جدا يعني كرمال تسهيل يعني العمل صراحة مو مستفيدين هو عمل تطوعي يعني وعمل خيري ولزرع هاي البسمه والشجره. طيب جايين على عيد الميلاد وفي تحضيرات حلوه يعني احنا بنتفائل دائما بالشجره بابا نويل بالاغنيه هدول الاشياء البسيطه اللي بيحسنوا من نفسيه اي حدا ممكن يشوفهم. خبرونا شو محضرين للميلاد فما بعرف مين حابب عندي هلا نحن دائما عندنا بالميلاد تذكر شجره الاكلات الطيبه اللي عملناها بالشعلان عملنا شجره وعلقنا عليها غزله وعملنا تحت صندوق الامنيات ليه ما جبتيها معك فيها غزله بصراحه اكلوها الاولاد عرفتيهم الاولاد اللي حرام المتشردين فبتذكر اجيت انا عم بعطيه قال هيك علبه غزله ثاني قال لي لا لا وجعني بطني من قد شو اكلت منها اكل شجره انت اللي مكسر الشجره اكلها كلها يا حياتي اي فيعني ان شاء الله عم نحاول نلاقي منطقه ثانيه نعمل فيها شجره مثل ما قلنا صندوق الامنيات هذا بتذكر الواحد اللي حط امنيته وقدر الشمال مع دكتورة عيون وقتها عامل عيونه و... يعني كان حيفقد النظر قام بالصدفة فتنا ما حد شوفي كيف الله بيرتب الأمور أنه كان بالكريسماس حاطت أنه أنا أمنيتي يرجع لي نظر عيوني ففتنا محل عادي حاملين الصندوق عم نرتب قام سلمت علينا واحدة ما منع فنزان قال أنا دكتورة عيون هلا حدا حط أمنية أنه يرجع لنا قال بعتيه لعندي وراحت وساوت له الابر كلها تبع عيونه ورجع له النظر الحمد لله. قد ايه حلو جبر الخاطر اليوم ولو كانت بتفاصيل كثير بسيطه يعني فعلا. في حفل موسيقي حنشوفه بالميلاد؟ لهلا مانا متاكدين ما عملنا هيك شيء حاليا. اذا بيتبرعوا موسيقيين او يعني حدا بيعزف انه يعزفوا تحت شجره حلوه مثلا نسعد هالناس اللي بالشارع الكذا انه اكيد بنحطهم بعيوننا وبنعلن عنهم وبنطلعهم معنا واللي بيريدوه. خبرونا كمان عن الأجواء اللي عم بتكون بيناتكم كفريق عن عددكم مين الفئات العمرية اللي موجودة إذا حدا عم يسمعنا وحابب ينضم لفريق مجد التطوعي كيف بيقدر مسؤول المتطوعين هلا حاليا تتراوح أعمار المتطوعين عنا بنستقبل من 18 وطالع يعني ما في عمر محدد عنا أشخاص عمرهم 50 و55 من الفريق قديش عدد المتطوعين عدد المتطوعين بسوق بدمشق 70 واحد فيك تقولي وفي بكل محافظه سوريه حوالي 10-15 واحد طبعا هذا نحن العدد ما بنعتمده لانه نحن وقت عنا اي نشاط مثل ما قلت لك نحن بيجي كثير عنا ناس ما بنعرفهم بس هن خلص انتمائهم انه هن بمجد كل واحد بيجيب 10 بيجيب 10 صحيح هلا حاليا عم نجهز لعيد ميلاد الفريق هو ب 14 شباط عيد الحب عم نجهز أغنية لفريقنا وإن شاء الله حتكون كتير حلوة ويعني نحن من هديك السنة عم نجهز لها هاي السنة إن شاء الله حيتم إطلاقها إن شاء الله دائما نحن عم نغني العالم بالشارع هن بيغنوها يعني مثلا أنت بتقولي جملة هي كلمة كذا ما في إلا موسيقى لقينا بالاستوديو ما زبطت مثل ما بدنا فقررنا أنه كلماتها كلها لسوريا وعن الزراعة وعن الحب وهيك وعملناها بالحديقة حلوة الفكرة ساويتوها كثير ايه عملناها صورناها هلا إن شاء الله بنطلقها ب 14/2/2023 بعيد الحب بعيد الحب إن شاء الله تكون بداية حب عليكم اليوم كثير حلو روح التعاون بين الفريق الواحد قد ما كان عدده يعني كان كبير احيانا بيقولوا العدد الكبير ممكن يخلق شويه حساسيه او مشاكل ولكن طالما في يعني هذا الروح التعاون والمحبه اكيد حتنجحوا غاليه خلينا نحكي عن بكره هلا كان لكم انشطه كان لكم تواجد كان بالتشجير بالزرع بالاعمال الانسانيه شو رايكم في شو الرؤيه يعني شو مخباي لبكره هلا نحن حلمنا انه نعمل مؤسسة انسانية عالمية مع المستقبل ولها علاقة بالبيئة، نحن اخترنا الشجر لانه هو الشيء الوحيد اللي بيضمن لنا بكره بهذا الزمن، يعني اذا ما بنقدر نترك لاولادنا كل شيء غامض بمستقبلنا، بس نترك لهم خضار وشجر لالهم ولكل الكائنات الحية الموجودة بسوريا هذا حلمنا ببكره ان شاء الله بيتحقق مثل ما تحقق وشجرة عيلة سورية واحدة يعني كلنا بقى نتذكر انه نحن جذورنا واحدة، يعني نحط ايدنا بايد بعض ونشوف ثمارنا قديش حلوة قد ما كانت مختلفة يعني إن شاء الله إن شاء الله هيك بتحقق اللي ببالكم طالما نية خير فهيك أكيد رب العالمين حيوفقكم شكرا كثير لحضوركم لليوم يعطيكم ألف عافية شكرا لكم صباح الفل لكم لكل عام يسمعوني أهلا وسهلا فيكم نورتونا وكل التوفيق بنشاطاتكم القادمة شكرا كثير
أما هلأ رح ننتقل لمحافظة حلب، حيث انطلقت مسابقة الحساب الذهني لتصفيات الطلاب في المحافظة وتأهيل الأوائل على مستوى سوريا للمشاركة في المسابقة العالمية الرابعة والتي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الشهر الأخير من العام الجاري. التفاصيل مع وليد هنايا. أقام برنامج الحساب الذهني المعتمد لدى مؤسسة المميزون مسابقة الحساب الذهني للتصفيات لطلاب محافظة حلب وتأهيل الأوائل على مستوى سوريا للمشاركة في المسابقة العالمية الرابعة والتي ستجري في كوريا الجنوبية بالشهر الأخير من العام الجاري. الحساب الذهني يعالج ناحية نفسية وهي حالات الانطواء والخجل، ويساعد الطفل على سرعة البديهة وعلى التواصل الاجتماعي وكسر هذه الحواجز جميعا التي ذكرناها، يشجع المتعلم على الاستمرار والتفوق والإبداع. مسابقة عم يشتغلوا عليها أطفالنا لأكثر من عام، هاي المسابقة العالمية الرابعة على التوالي، مشاركين فيها نحن من مدينة حلب أكثر من 160 طفل من جميع المستويات، من مستوى الزيرو، من جميع الأعمار، من مستوى الزيرو للمستوى السابع، يعني للضرب والقسمة بشمل جمع وطرح، ضرب وقسمة، الأعداد من صف الكيجي للعمر 14 سنة. وتضمنت المسابقة مراحل المعداد اليدوي أباكوس والخيال العلمي. الحساب الذهني بيساعدنا على أن نبني مواهبنا، وأنا بشتغل عليه بالأباكوس وبالخيال. نستفيد منه كثير بالرياضيات وحسابات الزائد والناقص والضرب والقسمة. كلاتنا بروح وحدة مشان نتنافس ونطلع الأوائل على سوريا، ومشان نشارك في المسابقة الحساب الذهني في كوريا. ساهمنا بمادة الرياضيات، وإن شاء الله إحنا اليوم عم ننافس على البطولات ونرفع اسم بلدنا عالي. أكاديمية التعليم المبدع ومؤسسة المميزون في حلب قامت بتكريم الفريق الذي سيقدم عبر ذكائه رسالة قوة وإرادة عبر الوصول إلى العالمية، مؤكدة بأن أهمية الحساب الذهني تندرج في تحسين مهارات الطفل الفكرية واكتساب الخبرات العلمية. برنامج يقوم على تنمية المهارات التحليلية للطفل وتنمية الذاكرة الرقمية. وليد هنايا، الإخبارية السورية، حلب. وبنهاية مساحاتنا الصباحية لليوم نرمين خبرينا، نحن هلأ بتغيير المواسم خريف شتي، كنا بصيف رائع وظريف، يعني في ناس بتحب الصيف، في ناس تقول لك أنا بكره الشتي. اليوم أنت مكتئبة بهذا التبديل الموسمي أو لا؟ لا، أنا من الجماعة الناس الرائعين، أنا بكتئب من الصيف ومن الشوب، فهلأ أنا حاسة بالعكس قمة الرواء والرومانسية. فلا يوجد عندي اكتئاب. طيب بتعرفي انه في نسبه كثير من الناس بتقلك انا بس بلش تغيير المواسم من الخريف للشتي وبلشت تتساقط الاوراق الصفر وتروح الشمس، انا بدخل بحاله اكتئاب. كثير ناس وبتكون عندهم درجات متقدمه، يعني انت بيحكوا لك بتقولي اوف مو لهالدرجه، يعني انه انت ممكن تعاني من هذا الشيء، بس فعليا هذا التقلب بالطقس كثير عم ياثر على نفسيات العالم. هلا خلينا نشوف اليوم شو تاثير الاكتئاب، هل هو عن جد ممكن انه نحن نوصفه بمعنى الاكتئاب بتغيير المواسم الخريف للشتي وبالعكس من الصيف للشتويه، شو هي اعراضه، شو هي الاسباب، وشو هي طرق العلاج، هل هي نحن اليوم بحاجه لنزور دكتور نفسي؟ هدول المعلومات حتجاوبنا عليها لليوم ضيفتنا الصيدلانيه رشا المساعد. صباحك يا رشا. يسعد صباحكم. متفائله او مكتئبه؟ لا انا الحمد لله متفائله، الجو معتدل كثير حلو، ما بعرف ليش العالم عم يكتئبوا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نتعرف اكثر عن الاكتئاب الموسمي، شو هو يا ترى، بيصير بالصيف بين فصل الخريف والشتي ولا لا، كمان ايضا مع كل تغير فصل يعني بين الربيع والصيف، ولا لا هو بس بهي الفتره؟ تمام. هلا الاكتئاب الموسمي او فينا نسميه الاضطراب العاطفي الموسمي هو حاله من القلق والاكتئاب بتحدث باوقات معينه من السنه، يعني مثل ما قلتي هلا انه كمان بالصيف في اكتئاب وفي بالشتاء اكتئاب. هلا نحن اليوم حنحكي عن الاكتئاب الخريفي، ولكن يوجد في اكتئاب ببدايه الصيف، بتعرفي محبين الشتاء اول ما يجي الصيف والشمس وهيك بتقول لك انه انا اكتئبت هلا. فلا نحن اليوم حنحكي عن الاكتئاب الخريفي،
وهو بيختلف عن الاكتئاب الصيفي ببعض الأعراض اللي هلأ حنذكرها. وطبعا هذا الاكتئاب بيصيب أكيد الإناث والرجال، ولكن نسبة الإناث أكثر بخمس أضعاف من الرجال لأنه حساسين زيادة. نحن كمان عم تقول لنا معلومة إنه اكتئاب الخريف غير اكتئاب الصيف. إيه بتختلف أعراضه. اليوم رشا شو هي، كيف إحنا قادرين نميز نحن اكتئاب صيفي اكتئاب شتوي؟ تمام، سوينا أصلا غير هدول نحن. هلا إيه شايفة في كل ما له عم يطلع أنواع جديدة. إيه هلا الاكتئاب الشتوي هو عم بيكون أول شيء نحن عم يصير عنا اللي هو الخريفي، عم نفقد عنا الطاقة. لما عم نفقد الطاقة عم يصيبنا خمول وتعب، يعني بتعرفي طاقة الإنسان راحت، بيصير في عنا نوم مفرط يعني بشكل كتير مبالغ فيه، ما عم بيفيق وصعوبة بالاستيقاظ. بالصيف لا، بصير عنا أرق، الإنسان ما بينام، يعني إنه أنا بدي نام نعسان بس ما عم أقدر نام، بصير حتى بيلجأ للمنومات. فهلا النوم عنصر أساسي، وكمان الشهية. بالشتوي كل العالم بتعرفي انه بتقلك اجا الشتا فتحت نفسي على الاكل، صح ولا بتصد نفسه؟ ايه بدي شو بتصير معك، بتصد نفسك؟ انا صيف شتي ما بتصد نفسي. شغال هلا اليوم مشاركين بين نطانه ونرمي. تمام، بالاكتئاب الصيفي لا عكس هيك، بتصير في عنا فقدان للشهيه عكس الشتوي تماما. بالشتا حتى لسه يعني لما بصير في فتح شهيه بيلجأ الانسان لانه ياكل حلويات وكربوهيدرات وشغلات لسه بتسمن اكثر. بس هون بيقولوا لك رشا انه نحن بالشتاء نحن بنروح للحلو، الجسم بيطلبه لانه درجه الحراره بتكون منخفضه فبحاجه لطاقه، فبنروح بموضوع الصحيه يعني. وحياتنا ما فكرنا انه الموضوع يكون اكتئاب، نحن مكتئبين عم نضطر ناكل صحن هريسه مثل ما هو يعني. صح، لانه كمان بيعطي طاقه، فما هو هون بيفقد عنا الطاقه مثل ما قلت لك اول شيء. في الحلويات اكيد بتعطي طاقه، وفي عالم قلت لك انا بتدفى لما اكل حلو. صحيح. بتدفى نفسيا يعني. كمان بيصير في عنا قله تركيز، صعوبة بالتركيز، إنها عزلة اجتماعية، وحتى مو بس عزلة اجتماعية، صعوبة بالتواصل. يعني الشخص مو بس إنه أنا ما بدي أقعد، أنا ما إلي خلق رد على موبايلي، ما إلي خلق أحكي مع حدا. طيب صار في عنا ثقل باليدين والساقين كمان، ثقيل، أنا ما عم أقدر أمشي، أنا منهك معني ماني عامل شيء. هي كلها من أعراض الاكتئاب. بالحالات اللي كتير متقدمة في عالم بتصير عندها أفكار انتحارية. طب خلينا هيك قبل نروح الأفكار الانتحارية، خلينا بالأمور البسيطة. بيجي على الصيدلية اليوم أو يعني من متابعتك أشخاص بيقولوا لك أنه أنا بدي دواء لينشطني مثلا، فيتامينات قصص معينة بتعدل المزاج وبتفيد الجسم، لأنه مثل ما قلنا الاكتئاب مو بس على نفس، فبتلاقي بلشوا رجلي يوجعوا ومفاصله إلى آخره، فهي حالة عامة. في هيك شيء اليوم يباع انه بالصيدليات؟ صح، سؤالك صراحه كثير حلو. انا هلا كنت بدي احكي عنه، انه نحن اذا بنرجع شوي بالحلقات انا بدي حكيت عن فيتامين د. هلا نحن بالشتاء قلت عنا ساعات التعرض للشمس، فبالتالي الجسم ما عم ياخذ حاجته الكافيه من فيتامين د. نقص فيتامين د كمان بيعمل لي اكتئاب. فنحن لما العالم عم تجي لعنا فهي حكما يعني 90% من الحالات عندها نقص فيتامين د، فنحن بنروح دغري بنعطيها فيتامين د مثل معالجة. طيب رشا اليوم ما بده يكون ما بدنا نقول المريض، الشخص بيعرف قد ايه نسبة النقص عنده بفيتامين د او لا؟ تحليل حصرا يعني اليوم انا ما فيني اخذه بشكل انه انا اليوم يعني كل شهر مثلا اخذ ابرة اخذ كورس بالفيتامين ولا شو؟ لا بلا، في جرعات وقائية بتكون تقريبا 600 وحدة دولية لحتى 1000 وحدة دولية، هي وقائية بقدر اخذها بشكل يومي حتى لو نسبة فيتامين د عندي منيحة. والابر؟ الابره لهون في طبعا في 25000، في 300000، في كثير يعني. يعني احنا جرب عم نحكي وقائيا بدون تحليل، وبدون انه في ناس كثير بتقول لك رحت اخذت كورس للفيتامين د، فبدون لا تحليل ولا شيء. ايه ما بيأثر، اذا تاخذ طبعا من جرعه 600 ل 1000 ما بيأثر عليه، بالعكس بيعطيه نشاط وكثير منيح للجسم والعظام. طيب رشا خلينا نقدم هيك نصائح اليوم لكل الاشخاص يلي حاسين حالهم عم يعانوا من هذا الاكتئاب مثل ما قلنا بدرجاته الطبيعيه او المقبوله، شو يتصرفوا؟ طبعا هلا اول شيء قبل ما نلجأ للطبيب، اخر مرحله هي اني نلجأ للطبيب. بس هلا اول شغله انه انا بروح بمارس رياضه، بتخفف كثير من الاكتئاب والتوتر، طلع فيش كل خلقي بالرياضه مثل ما بيقولوا. كمان انه اتقرب من الاشخاص الايجابيين، اطلع مع رفقاتي اللي هن مثل ما بيقولوا فرفوشين حبابي، تغيير جو يعني. تغيير جو. بطلب سعاده المساعده من الشريك، اذا كان انه انا مثلا مكتئب هالفتره غير لي جو كذا. كيف اذا كان الشريك كمان مكتئب شو بنعمل بحالنا؟ هن اثنين بدنا نروح عند الرفقات الايجابيين اللي مثلنا، اللي مبسوطين ان احنا ما بنكتئب بالشتاء.
هلا هي يعني كمان رحت اللي بيقول انا بكتئب بالشتي، انا بكتئب بالشتي، انه اوكي يعني بتكتئب بالشتي حتى لو ما بدك تكتئب بدك تصير تكتئب، يعني هذا الصوت والصدى اللي بيأثر على الشخص، فنحن نبعد عن هاي القصص انه خلاص حتى امرأة مثل ما مرأة غيرها يعني. صح، هي اول شيء المعالجة السلوكية بتكون انه انت ضمنك يعني انت بدك تحفز حالك، مثلا انت عندك هواية بتحبها وما انك مارسها من قبل، مثلا رسم، غناء، اي شيء، اي هواية بنحاول طب نجرب نمارسها بهالفترة الاكتئاب، بنطلع من مود الاكتئاب. طبعا في كمان شيء اسمه لايت بوكس اللي هو الضوء مثل ما بيقولوا علبة شمس زي بيوصفها الدكتور، يلي ما بيتعرضوا للشمس او مثلا بيكون دوامهم مكتبي وما بيسحلهم يطلعوا على الشمس كمان بيعطوها كخط علاجي. تمام، خلينا هيك قبل ما نختم معك نصائح أخيرة أو نقطة حابة تضوي عليها نحن ما حكينا عنها بموضوع الاكتئاب الموسمي، تفضلي. هلأ في هرمونات طبعا تتأثر بالاكتئاب اللي هن السيرتونين والميلاتونين والساعة البيولوجية، هي كلها بتتأثر مثل ما قلت لك لأنه الجسم ما عم يتعرض للشمس، نتيجة قلة التعرض للشمس تعملي انخفاض بهي الهرمونات. السيرتونين هو هرمون السعادة، إذا انخفض عندي صار في عندي راح المزاج، انخفض المزاج معه. ميلاتونين نفس الشيء، هو الهرمون اللي بينفرز عند ساعات النوم أو قبل ساعات النوم بشوي، بيساعد على الاسترخاء، هذا بيصير عندي بيرتفع بحالات الاكتئاب، فلهيك بيصير دائما الشخص مرتخي وبده ينام. طب كيف أنا فينا نضبط هدول الهرمونين؟ هلا هدول الهرمونين مثل ما قلت لك عن طريق التعرض للشمس. حكماً قد اليوم فيتامين دال مهم بحياتنا، يعني بتشوفي كل الامراض تقريبا بيقول لك نقص فيتامين دال، نقص فيتامين دال، يعني حتى بموضوع الاكتئاب له علاقه بالقصه. يعني الفيتامين السحري بالشعر، بالاكتئاب، بالعظم، بكل شيء، يعني ما في عن جد مرض الا ما بيقول لك دغري الدكتور انه روح حلل فيتامين دال لنشوف نحن شو سبب هالخمول، شو سبب هالتعب، شو سبب تساقط الشعر، شو سبب الاكتئاب، حتى تغير حتى الوزن، اصابات الوزن، نزول الوزن او زياده الوزن كمان لها علاقه بفيتامين دال. زياده الوزن طبعا بتكون سببها نقص فيتامين دال. طيب رشا شو النسبه المثاليه للفيتامين دال لازم تكون بالجسم؟ هلا هون حسب كل مخبر هو شو بيحددها، يعني في مخابر مثلا بتقلك من 25 وفوق، في مخابر حسب هن شو حاطين بالجهاز. نتشكر حضورك رشا لليوم، ان شاء الله هيك ايامك كلها لطافه وما فيها اكتئاب وسعاده، ونمرق هذا الوقت خفيف على الجميع. شكرا الصيدلانيه رشا الموسى. اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم، صباح الاخباريه السوريه. شكرا كثير لك رشا، اكيد وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، لكل مشاهدي الاخباريه السوريه بقيه نهار يحملكم كل تفاصيل الخير وراحه البال والرزق، والسوريين وين ما كانوا يكونوا بالف الف خير. شكرا لك يا رشا. شكرا نرمين، يومك حلو وبقيت نهار حلو لإلك، ويومكم حلو مشاهدينا ويكون رواق ويحمل معه الخير والرزق الكريمة. خلونا نقول يا رب لاقونا بكرة 9:30 صباحا في فريق جديد بصباحكم غير، كونوا بخير، باي باي.